يعني 133 عام، يعني جاءت أجيال ومشيت أجيال وتحققت أشياء كثيرة لبلدنا. الإحراز على البكالوريا كما قلت وكما تعرفوا يمثل حدث رئيسي في حياة كل تلميذ ومنعرج هام في حياة الأسرة بصفة عامة. الأفراح والحمد لله عمت العديد من العائلات، ألاف العائلات في كامل أرجاء الوطن. لا شيء مستمعين الأعزاء يعادل فرحة الأم وفرحة الأب وكل العائلة، خاصة إذا كان النجاح بامتياز وبتألق كبير. تونس كما تعرفوا لا تقف على أبار البترول أو الغاز، وليست لها مناجم ذهب، رأس مالها الأساسي هو هذا الرصيد من الطموح ومن النجاح. كلنا نعمل بصدق وإخلاص من أجل أن تكون تونس كما نريدها وكما نحبها، بلد متقدم وناجح. أنا فرحان باللقاء بأول متحصلة على أعلى معدل في شعبة الآداب، التلميذة أماني بسيس من معهد ابن أبي الضياف في منوبة. أماني صباح الخير. بخير مسكول. مرحبا بك، أهلا وسهلا ومبروك هذا النجاح والتألق يا أماني. عايش كبرك فيك الحمد لله يا رب. اليوم هاو صورتك في الصفحة 14 بجريدة الشروق، تقول أنت أرغب في دراسة علم النفس، هكا؟ أي صحيح. علاش اخترت هذا الاختيار يعني؟ والله أنا نميل برشا للبسيكولوجي وليسيونس هومان جينيرالمون. نحب الحقيقة من أول ما بديت نقرأ في الفلسفة وكل حسيت روحي نميل أكثر لعلم النفس. نعم. وكما قلت ما زلت متردة أنا بينها وبين ليسيونس جوريديك، قلت حسب المعين والسكور ومن بعديك نقرر. ما زلت ما قررتش نهائيا. مش قرار نهائي لحظة. نعم. أماني في كلمات، كيفاش كان تحضيرك للامتحان خلال العام؟ والله القراية كانت من أول العام الحقيقة، ما مش آخر وقت بتبيع، على خاطر برشا بيحضروا آخر وقت وهذا بتبيع ما نجم نوصل حتى شيء. دونك أهم حاجة إنه القراية كانت من أول العام، كانت أجوخ لفيش كانوا حاضرين. دونك في الأخ لقيت روحي مستحقة جيست غيفيزيون خفيفة. لا بريزونسيون كلاس مهمه على الاخر، بالنسبه لي انا 75% من كومبريهونسيون في الكلاس. نعم. بعد 15% الاخرين الحفاظه، ونحاولوا نخدموا اكثر على لي بروف دو باك، ونحاولوا نخدموا اكثر على الدرس هذاك. بالطبيعه لازم نحطوا بلانين دو ريفيزيون من الاول. الكولتور جينيرال مهمه على الاخر، خاصه من طلاب شعبه الاداب، على خاطر بون بالطبيعه هذا ما ينجمش يجي اخر وقت، خاصه مع الريتم اكسيليري نتاع العام هذايا، هو نتاج الكم هائل من المعارف اللي لقيناها في السنوات الفارطه الكل. نعم. بالطبيعه الليتر بازي اهم حاجه على المنهجيه وعلى الاسلوب. مهم جدا انه طالب الاداب يكون اسلوبه باهي وخالي من كل خطا ملائي، اهم حاجه. واهم حاجه الريتم دو في لازم يكون سان، سورتو جي ايفيتي لي نوي بلانش. في الاخر لقيت روحي مش مستحقه ريفيزيون كبيره. اهم حاجه نحاولوا نقراو ونحنا عاملين جو، اهم حاجه ما نخليوش روحنا تحت الضغط وتحت البريسيون هذيك الكل. نعم. ونريحوا بس كي وما نعاولوش برشا على التوقعات والتكهنات، نحاولوا نريحوا للماكسيموم. حتى اذا كان حاجه ما كفتنيش نحاول اني نلقى عليها نظره، ما نتعمقش فيها، اما على الاقل تكون عليها عندي عليها فكره بسيطه. نعم. كيفاش تواجهت للاداب انت خلال التعليم تاعك في ثانوي مثلا؟ كانت توجهات ماشية أكثر للأداب ولا كيفاش؟ أنا ميل أكثر للأداب، ميل للفلسفة، ميل للفلسفة، ميل للاجتماعيات. الحقيقة كنت أعدادي متميزة في بقية المواد العلمية، ولكن فضلت أنه نتبع الغرام تاعي أكثر، حبيت حاجة نبدع فيها، ما حبيتش نخدم تحت ستريس تحت الضغط. دونك هذيك علاش فضلت أني نعمل حاجة نحبها باش نجم نتألق فيها. نعم. شكون تحب من الأدباء ومن الفلاسفة أماني؟ بالنسبة للأدباء الحقيقة نميل أكثر للأدباء الأجانب، هذيك علاش حتى كي نحاول نقرأ الليتيراتور فرونسيز، روس. اي سميلي بعض الاسماء. مثال فيودور دوستويفسكي. اي كافكا. الفلاسفه نحب نيتش خاصه. نعم. الليتيراتور فرونسيز نحب البير كامو، جون بول سارتر.
اي الانجليز اكثر واحدين. نعم. في العرب عندي خاصة نحب الشعراء في العرب الحقيقة الأدباء ما نقرا لهمش برشا ما نقراش روايات برشا، أما نحب نقرا المعلقات ودواوين الشعر بالحق مغرومة على الآخر بالشعر ودواوين. يعني ما تقرا الأدب القديم أكثر؟ أي أي، ولكن ثم برشا أدباء معاصرين مهمين أماني، ضروري أنك تتعرف عليهم كما بهاء طاهر او نجيب محفوظ او برشا اسماء يعني، او ادونيس مثلا او درويش. اي الحقيقه عاملين تقرينا الادب المعاصر، نحب على الاخر محمود درويش، نجا قباني، اما وحتى نجيب محفوظ قرينا عليه السنة، دونك في فرصه قال ما نحاول اني نقرا نتعمق فيهم، اما التويكه لقيت روحي على خاطر الاكثريه نحن في البروغرام الادب القديم. اي كذلك ذلك علاش لقيت روحي منشده ليه اكثر. اي كذلك كمان بسيس ما تنساش الادباء التوانسه، فما برشا ادباء مهمين على الاقل تاخو عليهم فكره او تعرف عليهم شويه. بالطبيعة هذا الكل في الجاي، على خاطر الحقيقه لقيت روحي محصوره اكثر توا المده هذيا بالبروغرام تاعنا في السيكسيون. اي نعم. اماني فما كلمة اليوم كتبتها هالة الحبيب في جريدة لابريس على التلامذة اللي ناجحين، ما تنسوش أوطانكم، ما تنسوش بلادكم. علاش أغلبية الناجحين في البكالوريا يحبوا يخرجوا للخارج؟ الحقيقة الطموح أنت عندك الفكرة هذه؟ والله انا مبدئيا ما كانتش عندي الفكره هذه، ونحب نكمل نقرا في تونس. اي الحقيقه ما حتى المعين وكل معناها كي حسيت نحب نكمل نقرا هنا، ما نحبش نخرج لبرا. اي بون اذا كان فما فرصه علاش لي، اما انا مبدئيا نفضل اني نكمل نقرا في تونس. نعم نعم. لشكون انت مدينه اكثر بهذا النجاح؟ والله اول حد انا مدينه لي بنجاح هذه امي قبل كل شيء، على خاطر سمي امك وابوك مدام حسنه العويني. اي مدينة لها بنجاح هذي على الاخر، على خاطر وقفت معايا وضحت معايا على الاخر وساندتني شخصو البيريود الاخرانية. كل ما نفد هكي ونحاول باش نرخي كانت سند لي. نعم. وما خلتنيش بالكل. اي في مرحلة اخرى نشكر الاطار التربوي الكل مع ابن ابي بي ما تنساش. اي وبوك يا اماني الحقيقة ما بيان سبيري ادوني لو ميور دو موامين مي دو موامين. انا ما كنتش الحقيقه واثقه من روحي على الاخر اللي باش نجيب المونسيون تري بيان. اي هما معناها لو سوتيان ولو كونسي كونستون، ما نجم كان نكون اكستريمون ريكونيسون خاطر امنوا بيا من الاول وكانوا واثقين اللي باش ننجح. اي الاخر وقت كانوا الاخر وقت وناس يقولوا لي اماني مونسيون تري بيان هاكا كله، انا اللي كنت خايفه على الاخر الحقيقه ما حبيتش نخيبهم. نعم. دونك حاولت نقدم اكثر ما عندي الاخر وقت، خلوني نامن بروحي وما نضافش مالغري ستريس وبريسيون اخر وقت. نشكرهم بالحق على الجيفور نتاعهم معانا، بفضلهم ما كنتش مستحقه حتى دوش خصوصيه والدعم الخايف. نعم. كانوا ديما معانا حاضرين من في البيريود دو ريفيزيون، ما خلوناش وحدنا وكانوا ديما متواجدين معانا لاي سؤال بالافاده بالدعم. لي سيونس نتاعهم جابوا لنا شغف نتاعنا في السيكسيون، بالحق نقول لهم نحبكم على الاخر على الاخر. نعم. انت من معهد ابن ابي ضياف في منوبه؟ اي. ومن انت من مواليد منوبه؟ لا من مواليد في العاصمه. من تونس العاصمة. وتوا انتم العائلة مستقرة في منوبة ولا في العاصمة؟ لا في منوبة نحن. اي به هنيئا لك يا أماني، إن شاء الله مبروك، وتحية للعائلة وللأسرة التربوية اللي ساهمت في تحقيق هذا النجاح. شكرا أماني بسيس الناجحة بأعلى معدل في الآداب بكالوريا.